احمد سيد زيزو النهارده خد جايزه الهداف قبل المواجهه، قبل مواجهه الزمالك مع اسم كمباني، واستحقها بصراحه، والصوره امام حضراتكم وتحيه جماهير نادي الزمالك. انا مبسوط قوي من جماهير نادي الزمالك النهارده اللي راحت وشجعت وساندت الشباب اللي لعبوا النهارده واحتفلت بفريقها، رغم ان هم احتفلوا المباراه الماضيه، كان ممكن يقولوا المباراه خلاص احنا احتفلنا بالدرع المباراه الماضيه، بس جماهير الزمالك فرحانه ومبسوطه وعايزه تشوف فريقها وعايزه تشوف لاعبيها وعايزه تشوف الجهاز الفني. زيزو بيتسلم الجائزه النهارده.